بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذن موضوع درسنا لهذا اليوم حول مكون الجغرافيا، ويتعلق الأمر بأنشطة السكان الفلاحة. إذن فنقول تعتبر الفلاحة نشاط اقتصادي تدخل ضمن القطاع الأول. نعم، إذن قلنا الفلاحة عبارة عن نشاط اقتصادي تدخل ضمن القطاع الأول. إذن ما الهدف من هذا الدرس؟ إذن الهدف من هذا الدرس هو معرفة أولا مفهوم الفلاحة، نعم، والهدف الثاني معرفة أنواع الفلاحة، ثم الهدف الثالث معرفة مقومات الفلاحة، والهدف الأخير هو كيف تتوزع المنتوجات الفلاحية حول العالم. نعم، إذن بطرح هذه الإشكالية يتضح لنا من خلال هذه الأسئلة أننا سنقسم الدرس إلى 4 نقاط أساسية، وهي النقطة الأولى تتعلق بمفهوم الفلاحة، والنقطة الثانية تتعلق بأنواع الفلاحة، والنقطة الثالثة مقومات الفلاحة، وأخيرا كيف تتوزع المنتوجات الفلاحية. ولكن للتذكير، أقول للتذكير فقط، إذن قبل ما ندخلوا الدرس لابد من معرفة ماهية النشاط الاقتصادي، أو ما معنى النشاط أو الأنشطة الاقتصادية. ونقول بأن الاقتصاد ما هو إلا مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها السكان والمدرة للدخل على هذا السكان، وقد نقسمها إلى 3 أنواع رئيسية. عندنا قطاع أول وقطاع ثاني وقطاع ثالث. القطاع الأول يتعلق بالفلاحة اللي هو الموضوع ديالنا اليوم، والصيد البحري، ثم القطاع الثاني يتعلق بالصناعة، والقطاع الثالث يتعلق بالتجارة والخدمات. إذن اليوم سنركز على يعني الفلاحة باعتبارها جزءا من القطاع الأول. نعم، إذن مباشرة سنمر إلى الكتاب المدرسي ونأخذ الصفحة 128. نعم، صفحة 128 لنتعرف أولا على مفهوم الفلاحة. مفهوم الفلاحة، إذن لاحظوا يعني الوثيقة الأولى هنا عندنا 3 ديال الصور، 3 صور في الوثيقة الأولى. الصورة الأولى تتعلق بعملية الحصاد، والصورة الثانية تتعلق بممارسة الرعي، والصورة الثالثة تتعلق بتربية الدواجن. نعم،
إذن انطلاقا من هذه الصور سنحاول أن نكتشف مفهوم الفلاحة، وسنقول بأن العملية الأولى اللي هي عملية الحصاد تدخل ضمن مجال الزراعة. إذن مثلها مثل مجموعة من العمليات، كاين عندنا العملية ديال الحصاد، عملية الحرث، عملية الجني، عملية السقي، كلها مرتبطة بهذا المجال اللي هو الزراعة. ثم العملية الثانية اللي هي عملية ديال الرعي، يعني تدخل ضمن تربية الماشية. وأخيرا يعني عملية ديال تربية الدواجن، يعني تربية جميع أنواع الطيور. وبالتالي من خلال هذه المعطيات ممكن أن نستشف يعني مفهوم الفلاحة، وسنقول بأن الفلاحة عبارة عن نشاط، اش من نشاط؟ نشاط اقتصادي. من ماذا يتكون هذا النشاط؟ يتكون من الزراعة وتربية الماشية والدواجن، وكما قلنا يدخل ضمن أو لا تدخل عفوا تدخل ضمن القطاع الأول. إذن أين تتجلى لنا أهمية الفلاحة من خلال هذا المفهوم؟ تتجلى لنا أهمية هذه الفلاحة بكون هذه الفلاحة أولا يعني توفر لنا ماذا؟ يعني من خلال الزراعة وتربية الماشية والدواجن فهي توفر لنا يعني القوت اليومي. وغادي نقولوا تتجلى أهمية الفلاحة في توفير الغداء، وكذلك توفير العمل، لأن بلا إنسان لا يمكن أن توجد فلاحة. نعم، توفير العمل وكذلك تنشط باقي القطاعات الاقتصادية. نعم، إذن بعد مفهوم الفلاحة سنتحول الآن إلى النقطة الثانية وهي أنواع الفلاحة. نعم، قلنا أنواع الفلاحة، فالفلاحة يمكن أن نقسمها يعني حسب الظروف التي تشتغل فيها الفلاحة، يعني فلاحة مسايرة للعصر ونقول عنها فلاحة عصرية. نعم، النوع الأول فلاحة العصرية، وهذه الفلاحة العصرية وحنا كنعرفوا بأن الفلاحة قسمناها إلى يعني الزراعة ثم تربية الماشية والدواجن. إذن غادي نشوفوا الفلاحة العصرية أو لا نشوفوا الفلاحة العصرية، نعم يعني من خلال الزراعة ومن خلال تربية الماشية.
غادي نتكلموا على الزراعه، وهنا غادي نركزوا بالاساس على نقطه مهمه وهي الاساليب المعتمده في كل نوع من انواع الفلاحه. عندنا في الزراعه العصريه لا شك ان اهم الوسائل التي تعتمدها الزراعه العصريه قلنا يعني الالات، مثل مثلا الجرارات والات الحصاد، ثم طريقه السقي، اما السقي بالمدرعات او بالتقطير. كذلك ممكن ان نتحدث هنا عن وفره السماد يعني الاسمده والادويه. كذلك هنا يمكن ان نتحدث عن ليس فقط غير الآلات وطريقة السقي ووفرة السماد والأسمدة، وإنما نتحدث أيضا على كميات الإنتاج. نعم، ثم نتحول إلى تربية الماشية. كذلك في تربية الماشية، فتربية الماشية في الفلاحة العصرية يعني تعتمد على أساليب حديثة المراعي المجهزة بأحدث التقنيات. كذلك هذه المراعي المجهزة بأحدث التقنيات يمكن أن نتحدث عن توفر الغداء أو الكلى والماء، وبالتالي يعني النتيجة الحتمية لهذه الزراعة العصرية أو لهذه الفلاحة بشكل عام العصرية، فالنتيجة الحتمية لا شك أن مردوديتها تكون دائما مرتفعة. هذا النوع الأول من أنواع الفلاحة وهي الفلاحة العصرية. الآن نتحول إلى النوع الثاني. النوع الثاني يتعلق بفلاحة بدائية، أو ممكن أن نقول عنها بأنها فلاحة تقليدية. نعم، النوع الثاني فلاحة تقليدية، وهذه الفلاحة التقليدية غادي نشوفها كذلك من جانبين. الجانب الأول اللي هو الزراعة، ثم الجانب الثاني اللي هو تربية الماشية والدواجن. نعم، بالنسبة للزراعة في الفلاحة التقليدية المعيشية، فكتعتمد على مجموعة من الآلات البدائية البسيطة. مثلا تعتمد على محراث تجره دواب، في عملية الحصاد تعتمد على منجل، على مثلا المنجل، ثم كذلك في السقي تعتمد على سقي عن طريق مجموعة من القنوات. وأضف إلى ذلك يعني الزراعة في الفلاحة التقليدية تعتمد على وسائل بدائية يمكن أن نقول عنها يدوية، كالمحراث الخشبي، المنجل. كذلك في الزراعة التقليدية لا تعتمد بالأساس على السماد والأدوية، قلنا لا تعتمد عفوا لا تعتمد على السماد والأدوية. نفس الشيء بالنسبة لتربية الماشية والدواجن، فهي تعتمد على مزارع ضيقة، كذلك رؤوس أغنام
قليلة وتعتمد بالأساس على يد عاملة كثيرة. مثلا في عملية الحصاد في الزراعة التقليدية أو لا في الزراعة، نعم، وفي تربية الماشية كذلك، نعم. وكتبقى لنا الفلاحة التقليدية ذات مردودية ضعيفة. إذن بعد ما تعرفنا على مفهوم الفلاحة والأنواع ديال الفلاحة، الآن سنتحول إلى النقطة الثالثة وهي مقومات الفلاحة. نعم، ممكن أن نقسم مقومات الفلاحة إلى مقومين رئيسيين. المقوم الأول وهو مقومات طبيعية. هذه المقومات يعني تدخل ضمنها أولا التضاريس، وحينما نتحدث عن التضاريس في المجال الفلاحي لا شك أننا نتحدث عن السهول أو المنبسطات. كذلك يعني من المقومات الطبيعية الأساسية في الفلاحة التربة. والتربة لا شك أننا نتحدث عن تربة خصبة حتى تكون المردودية الفلاحية أكثر يعني جودة. كذلك نتحدث هنا عن النقطة الثالثة في المقومات الطبيعية، عن المناخ. وهنا وجب التذكير بأن المزروعات الفلاحية تختلف باختلاف المناخ. فمثلا في المناطق الصحراوية لا يمكن لنا أن ننتج مثلا الأرز، لأن هذا المنتوج كيتطلب لنا واحد النوع ديال المناخ اللي هو ملائم وكثير التساقطات. نعم، هذا المقوم الأول. عندنا المقوم الثاني وهي مقومات بشرية، وحتى هي ممكن أننا نقسمها إلى مجموعة من المقومات. عندنا في المقومات البشرية أولا كنشوفوا رؤوس الأموال. يعني إلى ما عندنا المال راه ما عندناش الفلاحة، يعني أي مجال إلا ولا بد له من توفر رؤوس الأموال. ثم بعد رؤوس الأموال كتدخل لنا أو لا تدخل الدولة. تدخل الدولة يعني حسب نوعية البلد. يعني هنا في مثلا في الدول المتقدمة يعني فتدخل الدولة في الفلاحة يعني كيكون تدخل مباشر، يعني عن طريق تقديم مجموعة من المساعدات للفلاحين، عن طريق كذلك تكوين الفلاحين، عن طريق كذلك يعني تقديم إما مساعدات عينية أو نقدية لهذا الفلاحين. ولكن إذا مشينا للدول الأخرى مثلا كالدول الغير متقدمة فكنوجدوا بأن تدخل الدولة يعني يقتصر بالأساس على الفلاحين الكبار. نعم، ثم النقطة الثانية وهي تقنيات والأساليب المستعملة، أو النقطة الثالثة في المقومات البشرية التقنيات أو لا الأساليب والتقنيات المستعملة. نعم، هذه الأساليب والتقنيات تختلف كذلك حسب نوعية الدولة. فالدول المتقدمة مثلا أو الدول التي تهتم بالجانب الفلاحي بالأساس وتخصص له موارد مهمة لا شك أن أساليبها متطورة وتقنياتها كذلك عالية في المجال الفلاحي عكس باقي الدول. فمثلا إذا أخذنا مثلا مثال ديال السودان أو نيجيريا كدول إفريقية تحتوي على
مقوم طبيعي، يعني ممكن أن نتحدث خاصة عن مجال التربة والتضاريس، فتحتوي هذه هذان البلدان أو يحتوي هذان البلدان على مقومات طبيعية هائلة، ولكن المقومات البشرية خاصة في الأساليب وكذلك في تدخل الدولة وفي رؤوس الأموال كتبقى الحصيلة ضعيفة في الفلاحة، وبالتالي يعني لا يمكن أن تقوم الفلاحة إلا بالمقومين الأساسيين وهو المقومات الطبيعية والمقومات البشرية، وكل مقوم يكمل المقوم الآخر. نعم، الآن نتحول إلى النقطة الرابعة وهي الأخيرة في الدرس، ويتعلق الأمر المنتوجات الفلاحية وتوزيعها حول العالم. نعم، هنا غادي نطرقوا أولا نشوفوا النقطة الأولى وهي التوزيع عبر العالم، يعني المنتوجات الفلاحية كيف تتوزع عبر العالم، وهنا وجب التذكير يعني بالوسائل التي تتحكم في هذا التوزيع، فلا يمكن أن نتحدث عن فلاحة بدون تواجد مناخ أو بدون تواجد تربة أو بدون تواجد وسائل أو بدون تدخل الدولة، وبالتالي فهذا يعني هذا الأمر هو الذي يحتم على الفلاحة أن تكون موزعة بشكل أفضل، يعني من بين الوسائل أو لا من بين العوامل التي تساهم في التوزيع هو الموقع الجغرافي، ولا شك أن جل الأراضي الصالحة للزراعة في العالم كتواجد لنا يعني في النطاق المعتدل. نعم، وهناك يلعب الموقع دور أساسي بالنسبة للدول ديال العالم. كذلك من بين العوامل التي تتحكم في التوزيع هو اقتصاد الدول، يعني الاقتصاد ديال الدولة على ماذا ينبني. إذا كان اقتصادها مزدهرا فلا شك أن فلاحتها ستكون مزدهرة إذا توفرت العوامل المساهمة في الفلاحة. نعم، ثم أخيرا غادي نشوفوا بعض المنتوجات الفلاحية، وهنا هذه المنتوجات الفلاحية غنتكلموا على ثلاثة المنتوجات بالأساس. عندنا المنتوج الأول اللي هو ضروري لحياة الإنسان وهو القمح، والقمح في العالم يعني تحتل الصين المرتبة الأولى في إنتاج القمح، ثم تليها الهند ثم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية. ثم المنتوج الثاني وهو الأرز، دائما الريادة للصين في هذا المنتوجين، بعدها يعني الصين ثم الهند، والمرتبة الثالثة في إنتاج الأرز تدخل إندونيسيا. نعم، وكيبقى لنا آخر منتوج وهو مثلا تربية الأبقار، وأكبر قطيع في العالم يعني كاين عند الهند ثم البرازيل. نعم، إذن من خلال يعني التحدث عن هذه النقاط الأربعة يمكن أن نستشف بأن الفلاحة أو للفلاحة أو تلعب الفلاحة دورا حيويا في حياة البشرية باعتبارها المصدر الرئيسي للأمن الغذائي. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس الأول وهو درس الفلاحة.
شكرا على حسن إصغائكم، وإلى فرصة قادمة بإذن الله.